لو الحكاية فيها إن فيدي لو بتاع وقال لي تعالى اتفضل معانا وبتاع قلت له يا عم مش مدير يا عم بتاع تلاقي تمشي انت لسه خاطب يعني وبتاع فقال لي لا ده انا هبعتهولك بقى فجه هنا محمد كنا احنا قاعدين انا والعمده ومش عارف ايه وشيخ البلد كده ف جه يعني بصيت لقيت في طلبه كانوا بيلعبوا بينا في الملعب دوت فجه خد الكوره منهم وقعد يبطل الكوره وكده ويسلم عليا وبتاع وخدته وقعدنا في المكتب فوق لقيت محمد قمه التواضع وسام محترم اخلاقه عاليه خير كمان احنا هنا في المدرسه لما بيجي مثلا بيكون فيه احنا بنعمل دوري الفصول على طول باستمرار والفصل اللي بيبقى فايز بيتوزع عليه جوائز وبتاع ودوري الاداره ولما بنفوز احنا دايما بنشارك في دوري بيبسي هنا وفي عيال مواهب هنا كتيره في مواهب هنا موجودين كتير وخاصه يعني وصول محمد العالميه ديت خلت الناس هنا كلهم يعني الاولاد بتاع بيتقلدوا عندهم حماس اكتر ان يبقوا زي محمد وفعلا فيه يعني اغلبيه الطلبه عندي هنا في طلبه عندي هنا بيلعبوا في الاهلي وفي بتروجيت في المقاولين في الترسانه في حرس الحدود كتير من الطلبه هنا وطلبه كويسين يعني مستواهم الرياضي حلو جدا والدراسي اهم حاجه برضه دراسي ممتازين وبعدين بعد كده طبعا محمد جه قعد معايا ولما بعوز منه مثلا يجيب طقم لبس للطلبه اللي هم الكسبانين يعني الفايزين يعني وكده بيبعت لنا على طول وهو اصلا كمان يعني بيهتم بهناك وكل والده يعني دايما ان هو يتابع مع الطلبه أنا وفي برضه هنا رياضه الاطفال كانوا محتاجين مثلا كمبيوتر بتاع مش عارف ايه والده بيجيب وبيساعد الناس كتير شوف المشرف فيدي